تعطيني بس. لكن التدخين ولا واحدة. نعم أي ما لا خلاف في هذا. بس أستاذ رشاد الآن إحنا وشكنا على النهاية، خلصنا أعتقد الفقرة السادسة. الفقرة إحنا وصلنا تقريبا للفقرة الرابعة، بقي عندي الخامسة والسادسة. طيب. كانت الأولى الوضوح. سريعة جدا يعني في دقيقة ونصف إذا ممكن أستاذ رشاد. قلت اللي هو الخطوة الثالثة اللي هي أتحرك، أو الخطوة الرابعة أتحرك، الخطوة الخامسة استمر في الحركة، حط نفسك في البيئة اللي باستمرار حتخلي التحسن هذا من غير ما أنت تفكر فيه. أحط نفسك بالناس المتميزين، الناس الناجحين، ضع نفسك في البيئة الإيجابية. ما يهمني قديش أنت مثلا عداء سريع، لو حطيناك تجري في الوحل، البيئة الغير مناسبة لك في الجري ما حتقدر تطلع أفضل قدراتك. تجيب فيراري ولا بورش ولا لامبورغيني وتحطها في الصحراء، أنا ما يهمني قديش السيارة رائعة لكن ما حطيتها في البيئة المناسبة لها. فحط نفسك في البيئة، وأحط نفسك بالبيئة من الأماكن والزمان والأشخاص والظروف والأماكن اللي حتساعد هذا التغيير أنه يفضل على المدى الطويل. آخر حاجة وآخر خطوة السادسة، أعطي أكثر مما أتوقعت أنك أنت تأخذ. يعني خلي عطائك قوي وصدقني الدنيا حتكافئك بأكثر مما أنت توقعت. أغلب الناس تبالغ فيما يمكن أن تنجزه في خلال سنة. أجي أقول له حدد لي أهداف سنة، يملي لي صفحتين. أقول له أعطيني أهداف 10 سنوات، اكتب لي صفحتين كمان. فالناس تبالغ فيما يمكن أن تنجزه في سنة، لكنها تستقل جدا بما يمكن أن تنجزه في خلال 10 سنوات بالإصرار والمثابرة والخطة زي ما يقولوا المتزنة المستمرة. نعم. فلا تبالغ كثير في أنك أنت تغير العالم كله في خلال سنة واحدة، ولا تستقل بأنك لو حطيت خطة على مدار 10 سنوات إيش ممكن تحقق فيها. نعم. وأعطي دائما أكثر مما توقعت أنك أنت تأخذ، وصدقني الحياة حتكافئك بأكثر مما أنت كنت تتوقع حتى في أجن أحلامك. نعم. أستاذ رشاد فقيه خبير التنمية البشرية، نشكرك على حضورك في استديوهاتنا جدة، وإن شاء الله نتواصل في حلقات مقبلة غير مجدولة. وأنا أشكرك جدا أخوي علي، يعني حقيقة أنت من الناس الرائعين اللي دائما بيرفعوا المقاييس في الإعلام، وبيكون عندهم زي ما يقولوا تحدي لنفسهم باستمرار، وأنا بستمتع دائما في متابعة برنامجكم. شكرا لك. وأتوقع دائما أشوف الشيء الجديد معكم. شكرا لك، شهادة نعتز فيها أستاذ رشاد. أنتم أعزائي المشاهدين، واقع المؤسسات الأهلية في المملكة أو مجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني، هل هي حقيقة أم أكذوبة؟ هل ينتفي مفهوم مؤسسات المجتمع المدني عندما تسيطر عليها المؤسسات الرسمية وتضع لها المعايير والأسس التي تنافي الفكرة الأساسية لمؤسسات المجتمع المهني المدني في العالم؟ بعد الفاصل تابعونا. شاي ليبتون الأخضر ينشط جسمك ويفتح عقلك ويحرك فيك الحياة. زيد يومك حياة. نجمة الجوائز العالمية إليسا بألبومها المنتظر أيامي بيك. وسهلا فيكن بعالم الإبداع من بامبي. معنا الفنانة راسمة نالت أكبر جائزة لرسوماتها العصرية على حفاضات بامبي. رشيقة الشهيرة ما بتستغني عن بامبي اللي شكله الجديد بيتناسب مع كل حركاتها، وبفضله اشتهرت. الأستاذ منبه معه ممنوع التأخير بفضل مؤشر البلل يلي بيتغير لما يصير وقت التغيير. الإبداع ما له حدود مع بامبي. بامبي عرض دايم لأفضل نوعية. اللي بيشوفن بيفكر إنن عايشين أحلى عيشة، بس بالحقيقة نور عم بتواجه أصعب معركة بحياتها. اوعى تفتكر إنه ممكن تاخده بنتي مني. أنا أشوف شمس وقت ما أنا عاوزها. يعني لو الذوق ما ينفعش أنا ليا تصرف تاني معاها. الراجل ده ما يجيش من وراه خير أبدا. هي؟ أيوه هي شمس.